مرات المطر انهمرت على أرض مشعر منى أجساد الحجيج جماعات وأحد نيتهم وفعلهم المبيت تحت سماء تغطي أكثر من 85% من الحجيج، أغلبهم يتفاعل مع المشاعر المقدسة لأول مرة في حياته جسديا ونفسيا. نحيي العربية السعودية على هذه الوقفة الكريمة وعلى هذا الاستعداد الطيب وعلى هذه المعاملة الحسنة، ونحن من حجاج ليبيا نبارك هذه المشاعر لكل الإخوان المسلمين، وإن شاء الله حج مبرودا مغفور للجميع. وصلت فاتورة الخيام إلى مليارات الريالات وعشرات الملايين من ساعات العمل استعدادا لاستقبال رقم قياسي في عدد الحجيج، عدد يقارب 4 ملايين حاج يعمل على تسهيل مناسكهم قرابة 300,000 من رجال الدولة السعودية. أكيد اختلاف كثير إن شاء الله، والحمد لله إن شاء الله رب يتم معنا بخير، وإن شاء الله نتمنى لكل مسلم أن يؤدي فريضة الحج إن شاء الله. وصلنا الآن من الأردن ومحرمين ودخلنا في منى، إن شاء الله نؤدي المناسك وإن شاء الله منها نطلع إلى عرفة. يحتضن مشعر منى الحجيج نهارا ومساء يوم التروية، ثم يتذوق طعم فراقهم لمدة يوم واحد أثناء رحيلهم إلى مشعر عرفات، ثم يعود لاحتضانهم مع أول إشراقة شمس نهار العيد أو قبله بساعات قليلة. النتيجة يمتلك مشعر منى رحابة لا ترفض ضيفا قادما إلى هذه الرحاب متعبدا. تبدو علامات الإرهاق واضحة على محيى حجاج بيت الله الحرام، إلا أن الجانب المضيء أخذ الحيز الأكبر، فالسعادة عنوانهم وهم يشاهدون خطاهم تتسابق وتتسارع صوب مشعر منى في يوم التروية. خميس الزراني العربية، مشعر منى.